في لقاء البحث عن زعامة المجموعة الإفريقية بعد التأهل رسمية، يلتقي المنتخب الوطني بنظيره جزر القمر في الجولة 16 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة في الكاميرون 2022. الفراعنة نجحوا في قطع تأشيرة التأهل إلى الكام بعد التعادل الأخير مع منتخب كينيا بهدف لكل فريق خارج الديار في نيروبي بقدم نجم الأهلي محمد مجدي أفشة، وهو التعادل الذي رفع رصيد أبناء وادي النيل إلى 9 متساويا مع جزر القمر الذي نجح بدوره في خطف تعادل ثمين من منتخب توغو ليتأهل للمرة الأولى إلى المحفل القاري الكبير. لاعبو المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني واجهوا العديد من الانتقادات على الأداء الغير مقنع في مبارياتهم الأخيرة، ولعل أبرزها أمام كينيا التي أبرزت إحصائيات المباراة تفوقها على منتخب مصر في الاستحواذ والتحكم في سير المباراة. الفوز وبنتيجة مرضية أمام جزر القمر اليوم أصبح لا بديل عنه من أجل إظهار الواجهة الحقيقية للكرة المصرية التي نجحت في انتزاع اللقب القاري في 7، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقدم الفراعنة في التصنيف الدولي. البدري ومساعدوه هدفهم أيضا محاولة إرضاء الشارع المصري قبل الدخول في تصفيات المونديال والتي ستبدأ في يونيو المقبل، برؤية منتخب بلاده في أفضل صورة شكلة ومضمونة بالنتائج والأداء الممتع. منتخب مصر النهاردة زي ما احنا عارفين حواجه جزر القمر في الجولة بقى الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. أكيد يعني المنتخبين تأهلوا رسميا، لكن صدارة هنا بنتكلم المجموعة هيفرق معانا كتير جدا في التصنيف كمان الدولي، وهيفرق معانا أكيد معنويا. هنتكلم أكتر، بس خلينا نرحب بكابتن أحمد فوزي حارس الأهلي السابق. يا صباح الخير. صباح الجمال عليك. والله بننبسط حضرتك معانا. ربنا يعزك. منور الدنيا كالعادة، بنسعد بوجود حضرتك معانا. بارك لكم، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. ربنا يخليك ان شاء الله تاخدوا أجازة وما تشتغلوش. لسه هنشوف يا فندم عشان الحاجات دي بتتنظر، خلي بالك. طبعا عموما لو اشتغلت في رمضان اوعى حد فيكم يرفع سماعه التليفون عليا، انا ماليش دعوه بالموضوع الصبح. ربنا يكرمك. سعداء لوجودك معانا كالعاده، وطبعا النهارده مباراه برضو هنقول عليها ان هي مباراه مهمه هي الاخرى، برغم ان هي ممكن تبقى من زاويه معينه رؤيه الامور تعتبر تحصيل حاصل، لكن ليها جميل جدا نتابع بقى معاك اخبار النادي. قبل ما نتكلم عن ماتش النهارده نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلنا والزميل العزيز فاروق صلاح الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي الجزيره. فاروق صباح الفل عليك، وتفضل يا فندم. نبتدي نقول ان مثلا بدايه كده صباح الفل عليك زميلي العزيز كريم، صباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على كل جماهيرنا جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، ويوم النهارده من ملعب التتش والتدريب فريق النادي الاهلي. طبعا زي مش هزيد على الكلام اللي انت قلته كريم او اللي انت نهاوند على اهميه هذا اللقاء، لقاء مهم جدا في مشوار النادي الاهلي في نحو البطوله العاشره بمشيئه الله ودوري ابطال افريقيا. يعني قبل انطلاق المران كان هناك المسحه الطبيه طبعا للبروتوكول وزاره الشباب والرياضه يعني اللجنة الطبية وزارة الصحة قبل السفر إن شاء الله إلى السودان يوم الأربعاء القادم. بالفريق بالكامل أجرى المسحة الطبية والجهاز الفني. أيضا كان متواجد آخر اتصال كان أمس لترتيب كل الأمور، ويعني كان حريص جدا معالي السفير والأستاذ خالد الدرندلي كريم إن هو يأكد على حاجة مهمة جدا على العلاقات الطيبة اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي والمريخ السوداني، وأيضا العلاقة الطيبة اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب السوداني، وقال إن هي مباراة 90 دقيقة واللي بيبقى دائما ما بعد 90 دقيقة. دي كانت الأمور اللي كان حريص عليها. ايضا ترتيب كافه ملاعب التدريب يعني من خلفيه هينطلق مران النادي الاهلي يا كريم. طبعا مستر بيتسو موسيماني بيجتمع مع لاعبي النادي الاهلي حريص ان هو يتكلم على اهميه هذا اللقاء زي ما انت قلت. وقالت نهاوند طبعا انتظام ايمن اشرف واحد من العناصر المهمه في النادي الاهلي، انتظم بالامس في مران فريق النادي الاهلي واحد من العناصر المهمه والاضافات القويه جدا للنادي الاهلي ان شاء الله يكون موجود معانا. ايضا
الملك على وليد سليمان. وليد سليمان من الناحيه الطبيه جاهز تماما، يتبقى الرؤيه الفنيه لمستر بيت سوسوماني في وجود وليد سليمان ان شاء الله. طبعا يعني كل المصابين احنا اتكلمنا عليهم والجميع عارف تفاصيلهم، سواء عوده محمد محمود او محمود ووحيد. مش هزيد ايضا على الكلام اللي انت قلته، اليو ديانج هيلحق ببعثه فريق النادي الاهلي هنا في القاهره قبل السفر الى السودان، بينما والتر بواليا ان شاء الله هيلحق ببعثه فريق النادي الاهلي في السودان. ومن المقرر يعني طبقا يعني كان تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله غدا هيكون يعني علي معلول هيعود للقاهره. طبعا ده كان طبقا لاخر اتصال كان ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن علي معلول، والتنسيق اللي بيتم ما بين الدكتور احمد ابو عبله والدكتور سهيل الشاملي على علاج علي معلول وموعد عودته. دي كانت يعني تقدر تقول اغلب التفاصيل الخاصه بالتدريب للنادي الاهلي. طبعا مستر بيت سوسيماني حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين يا كريم على اهميه اللقاء، وان المباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، وانها ثلاث نقاط مهمه جدا للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيسعى لتصدر المجموعه والهروب. طبعا يعني انت مش هقول ان الفريق اللي بيدور على البطوله طبعا اكيد ما بيفرقش معاه يقابل سواء الترجي سواء صن داونز او ايا كان الفريق، ولكن يعني النادي الاهلي طبعا انت عارف بيهم ان هو ان شاء الله يتصدر المجموعه طبقا يعني لما احنا عارفين النادي الاهلي انت مطالب حتى ما بقاش في توجيه، ما بقاش في كلمه. اتكلم مره واثنين وثلاثه على حسب الريسبتورز اللي موجوده عندي ايه. انا كلاعب الريسبتورز اللي موجوده عندي ايه، اللي يتكلم يتكلم، هسمع وانفذ ولا هسمع واطنش، لقيمتي وقامتي ولا هركز في حته ثانيه. ده الموضوع كده من غير ليه زوايا ثانيه. في زوايا ثانيه كتير. ففي الاول وفي الاخر انا ما بعرفش كابتن حسام. كابتن حسام مسؤول ان هو اللي يخلق الدوافع للعيبه وهو اللي يزود الحماس عندهم، ولكن زي ما بقول لحضرتك في ريسبتورز عند اللاعب، الموضوع 50% من هنا و50% من هنا. انا لو مش عندي قدره على ان انا اسمع من الراجل ده مش هسمع منه، والعكس صحيح. لو هيقول الهوى وانا بحبه هنفذ الهوى اللي هو بيقوله، تمام. فاكيد طبعا المباراه اللي فاتت بتاعت كينيا، كل ده ارجع لكم، مباراه كينيا كانت من اسوأ مباريات المنتخب المصري في التاريخ بصراحه. احنا ما جيناش غير اول ثلاث دقائق واخر 10 دقائق لما الراجل السردباك ضرب مصطفى محمد وكمل كملنا زياده واحد، غير كده احنا ما جيناش لمده 77 دقيقه تحديدا. طب حضرتك شفت تصريح برضو كابتن حسام بعد ماتش، يعني هو تحدث ان هو الى حد ما راض، فهو يمكن هقول لحضرتك على حاجه برضو عشان ناخدها من كذا زاويه. غضب بعض الجماهير او غضب بعض المحللين ليه اسبابه، ربما التصريحات اللي كانت بعد حتى الماتش تحديدا من قبل كابتن حسام هي دي اللي اثارت غضب البعض، لان هو كان بيتحدث ان هو شايف ان الاداء كويس او هو راض عن هذه النتيجه، فده اثار غضب البعض. لا يعني حضرتك فاهم، انا مع حضرتك تماما، ويمكن ده ينتج عن ان كابتن حسام عصبي شويه يعني. هو طلع على النتيجه، احنا الناس زعلانه ليه؟ احنا وصلنا كاس امم افريقيه وحققنا المطلوب مننا، واحنا الاول بتسعه بونت، لو كسبنا جزر القمر النهارده او تعادلنا معاها حتى هنبقى احنا اول المجموعه ويبقى كده وصلنا اللي احنا عايزينه. فالناس زعلانه من الاداء و و و و ما انتم كنتوا مع كوبر بتستنوا بال 80 دقيقه ما بتهاجموش وبتروحوا بواحده بتجيبوها جون وبتكسبوا، الكلام ده حصل فعلا وخاصه مع فتره كوبر، ولكن كوبر كان بيلعب على كره محفوظه، بمعنى انا بدافع بعمل زون ديفنس في ملعبي وبعدين كره عند في نص الملعب بلعب لونج بول على تريزيجيه على كان ساعات رمضان على محمد صلاح الناحيه الثانيه كان كهربا، كنا بنروح وبنجيب اهداف منها، انما الكلام ده ما شفناهوش. طب جمله زي اللي اتسمعت في الكام يوم اللي فاتوا واللي ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي اكتر من مره، جمله ان في مباريات تكسب ولا تلعب، تمام. انا بس عايز اكلمك يعني او اسالك السؤال ده من زاويه وطنيه شويه بعيده بقى عن الحسابات والخطط والنوع ده من الامور. يعني هو ليه بقى في مساحه للنوع ده من اللغط في الفتره الاخيره؟ احنا بنتكلم في نهايه الامر على منتخب مصر، تمام، اللي من حق الناس اللي عندها احساس بالانتماء ليه والوطنيه ان هم يزعلوا على اداء بغض النظر عن النتيجه، بغض النظر عن ان الماتش ده تحصيل حاصل، بغض النظر عن ان احنا كده كده تصعدنا، في حد ادنى لازم يكون مرضي عن الجماهير. بنتكلم بقى عن النهارده والمباراه اللي هتقام منتخب مصر وجزر القمر الساعه 6 مساء تحصيلا من مباراه الدوري، يعني احنا لسه الاوائل لامم افريقيا 2022 بالكاميرون، وحسمها الفريقين بالتاهل للبطوله هنا رسميا امبارح. خليني اقول لحضراتكم اثر الاجتماع الفني
الثاني للمباراه عن ارتداء منتخب مصر زي التقليدي اللي هو القميص الاحمر والشورت الابيض والشراب الاسود. في المقابل هيلعب منتخب جزر القمر بالزي الاخضر بالكامل وحارس مرماه هيرتدي الزي الازرق بالكامل. بالنسبه للمباراه تقرر ان يعني يتواجد المنتخبين مصر وجزر القمر في ملعب المباراه في الرابعه عصرا قبل المباراه المقرر انطلاقها في السادسه مساء. امبارح بالمناسبه كان تمرين الفراعنه على استاد تتروسبول بدلا من استاد القاهره الدولي بسبب اقامه تمرين منتخب جزر القمر في نفس توقيت تمرين المنتخب المصري على استاد القاهره ما بين ال 13 وال 15. امبارح كان في مؤتمر صحفي كشف فيه كابتن حسام البدري مدير الفني منتخب مصر الاول لكره القدم ان ترتيب قياده المنتخب بين الثلاثي محمد صلاح محمد النني احمد حجازي هيكون بالتنسيق فيما بينهم. هو قال كده تحديدا قال مش بشغل بالي بالحاجات دي. وكمان اضاف ان الثلاثي حجازي والنني وصلاح لعبوا اول مباراه دوليه في لقاء واحد امام سيريا ليون في تصفيات كاس العالم 2011 لكن حجازي لعب المباراه اساسيا وتركت هنا امر اشاره القياده فيما بينهم بالتنسيق زي ما احنا كنا برضو بنتكلم في النقطه دي بالامس. اعتقد ناس كثيره جدا كانوا بيتحدثوا بشانها وقال انا لا اشغل بالي بهذه الامور وبالتالي حجازي كان القائد في مباراه كينيا الاخيره بصفته اقدم من صلاح. يعني هي امور ربما تكون بسيطه يعني ولكن فيها قوانين يا كريم. يعني انت بتتكلم هنا الاشاره بتكون بالاقدميه ده اللي احنا نعرفه. قصه بقى البعض قد يرى مثلا ان السوشيال ميديا تحليلات مختلفه دي برضه بتبقى وجهات نظر لكن احنا لما نيجي نتكلم وفقا ليه هنا القواعد والقوانين هي بتكون بالاقدميه. فواضح برضو ان كابتن حسام وضح هذه النقطه وقال انا يعني قصه الشاره دي اخر همي او يعني اللي هي مش بتشغل باله بشكل كبير. كالعاده الصحافه الرياضيه وتحديدا اكثر السوشيال ميديا لما بتثير جدل حوالين نقطه ما لازم الاطراف المعنيه كلها تطلع وتوضح او تبرر او تقول اللي عندها فيما يتعلق بالنقطه اللي ناس كتير يعني اتكلموا عنها. بالمناسبه برضه كشف كابتن حسام البدري انه لا يوجد قرار ضد اي لاعب خرج وانتقد عدم انضمامه لصفوف الفراعنه في المعسكر الحالي للمنتخب المصري واكد الحقيقه من خلال كلمته ان الباب يعني مفتوح للجميع ومفتوح للافضل وفي اي وقت. قال بالنص ما ينفعش لاعب يطلع يتكلم انه كان لازم ينضم يقول ما عنديش ازمه بشرط الكابتن انت هتفرض يعني علينا انضمامك وكمان هتفرض علينا موضوع شرط الكابتن. وقال انه لا توجد اي ازمات داخل صفوف الجهاز الفني وباب المنتخب زي ما قلت لكم مفتوح للجميع ونبحث عن لاعبين جدد وهناك فارق بين لاعب يطالب بالتواجد يعني بالمنتخب وبين لاعب يقاتل للانضمام للمنتخب. احنا متاكدين ان كل اللعيبه هي داخل او محترفه بالخارج اكيد هي بتقاتل علشان تكون في المنتخب وكمان تحقق نتكلم بقى عن النهارده والمباراه اللي هتقام منتخب مصر وجزر القمر الساعه 6 مساء باستاد القاهره الدولي. ده في ختام بقى التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2022 بالكاميرون واللي حسمها الفريقين بالتاهل للبطوله هنا رسميا. امبارح خليني اقول لحضراتكم اسفر الاجتماع الفني للمباراه عن ارتداء منتخب مصر زيه التقليدي اللي هو القميص الاحمر والشورت الابيض والشراب الاسود. في المقابل هيلعب منتخب جزر القمر بالزي الاخضر بالكامل وحارس مرماه هيرتدي الزي الازرق بالكامل. بالنسبه للمباراه تقرر ان يعني يتواجد المنتخبين مصر وجزر القمر في ملعب المباراه في الرابعه عصرا قبل المباراه المقرر انطلاقها في السادسه مساء. وامبارح بالمناسبه كان تمرين الفراعنه على استاد تتروسبول بدلا من استاد القاهره الدولي بسبب اقامه تمرين منتخب جزر القمر في نفس توقيت تمرين المنتخب المصري على استاد القاهره. هو ايه الاستفادة؟ امبارح كان في مؤتمر صحفي كشف فيه كابتن حسام البدري مدير الفني منتخب مصر الاول لكره القدم ان ترتيب قياده المنتخب بين الثلاثي محمد صلاح محمد النني احمد حجازي هيكون بالتنسيق فيما بينهم. هو قال كده تحديدا قال مش بشغل بالي بالحاجات دي. كمان اضاف ان الثلاثي حجازي والنني وصلاح لعبوا اول مباراه دوليه في لقاء واحد امام سيريا ليون في تصفيات كاس العالم 2011 لكن حجازي لعب المباراه اساسيا وتركت هنا امر اشاره القياده فيما بينهم بالتنسيق زي ما احنا كنا برضو بنتكلم في النقطه دي بالامس. اعتقد ناس كثيره جدا كانوا بيتحدثوا بشانها وقال انا لا اشغل بالي بهذه الامور وبالتالي حجازي كان القائد في مباراه كينيا الاخيره بصفته اقدم من صلاح. يعني هي امور ربما
تكون بسيطة يعني، ولكن فيها قوانين يا كريم. يعني انت بتتكلم هنا اشارة بتكون بالاقدمية، ده اللي احنا نعرفه. قصة بقى البعض قد يرى مثلا ان لاعب احق من لاعب، دي برضو تبقى وجهات نظر، لكن احنا لما نيجي نتكلم وفقا ليه هنا القواعد والقوانين هي بتكون بالاقدمية. فواضح برضو ان كابتن حسام وضح هذه النقطة وقال انا يعني قصة الشارة دي اخر همي، او يعني اللي هي مش بتشغل باله بشكل كبير. كالعادة الصحافة الرياضية وتحديدا اكتر السوشيال ميديا لما بتثير جدل حوالين نقطة ما، لازم الاطراف المعنية كلها تطلع وتوضح او تبرر او تقول اللي عندها فيما يتعلق بالنقطة اللي ناس كتير يعني اتكلموا عنها. بالمناسبة برضه كشف كابتن حسام البدري انه لا يوجد قرار ضد اي لاعب خرج وانتقد عدم انضمامه للفراعنة في المعسكر الحالي للمنتخب المصري، واكد الحقيقة من خلال كلمته ان الباب يعني مفتوح للجميع ومفتوح للافضل وفي اي وقت. قال بالنص ما ينفعش لاعب يطلع يتكلم انه كان لازم ينضم ويقول ما عنديش ازمه بشرط الكابتن، انت هتفرض علينا انضمامك وكمان هتفرض علينا موضوع شرط الكابتن. وقال انه لا توجد اي ازمات داخل شقه الجهاز الفني وباب المنتخب زي ما قلت لكم مفتوح للجميع، ونبحث عن لاعبين جدد. وهو احنا 100 مليون كام مليون واحد ده 100 مليون راي دخل 100 مليون راي يتكلم في الهندسه طبعا. الفراغيه والهندسه والهيدروليكس والله والميكانكس واستاتكس يعني مشاركه الاراء مش وحشه، ودايما لازم كلنا يبقى عندنا اراء، ولكن مش نتكلم من ناحيه ان احنا متخصصين يعني. لكن ابداء الراي مش هو عايز يقول لك لو متخصص قول رايك مش المواضيع برده على حلو قوي ابداء الراي ابدي رايي لما يكون حد هيستفيد بيه. ما يجيش مثلا اقول طب احنا في خط بارليف وقعنا الميه وقعنا الرمله بميه، طب ما نجيب ميه ونحفر فرة تحت، طب اذا كان الميه في الميه طيب نروح فاصل فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز كابتن احمد فوزي حارس النادي الاهلي السابق، واللي كنا يعني قتلنا معاه بحثا كل اللي فات مبدئيا فيما يتعلق بالمنتخب. ما تيجي نتكلم على النهارده بقى. اتفضل.
النهارده زي ما قلنا قبل الفاصل ان الكلام النهارده كله انت بتلعب فرقه الجزر والقمر على اول مجموعه. اول مجموعه هتفرق معاك في ايه؟ تفرق معاك في التصنيف، تفرق معاك مبدئيا في الروح، مبدئيا تفرق معاك ان انت رايح شهر 6 انت تلعب تصفيات كاس عالم، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا، اهم كاس من الكان. الكان احنا واخدينه 8 مرات صاحب الرقم القياسي فيه وكل حاجه، بس احنا نفسنا نروح كاس عالم ونقدم فيه اوراق اعتمادنا، لان احنا ما فيش كاس عالم وصلنا فيه بعد الادوار التمهيديه. فنتمنى من الله ان احنا نمشي كويس. اعتقد النهارده بروفا، الاول كنت يعني بتلعب في كينيا تحت اجواء حر برضو، صحيح الرطوبه مش عاليه وكينيا من احسن البلاد اللي جواها كويس دلوقتي، ولكن انت بتلعب بقى في بلدك حتى وان ما كانش فيه جمهور، بس بتلعب متواجد لو مطمن لتأهلك خلاص وكده كده واصل. فانت بتلعب مباراه للشو اكنها مباراه وديه تاهيليه رسميه. يا ترى الشو بقى هيطلع عامل ازاي في الاخر؟ هي دي المشكله، هي دي المشكله. الشو هيوصل لحد فين؟ برضو ارجع واقول لك لو مفيش تحفيز من الكابتن حسام للعيبه، والعكس صحيح، لو اللعيب مش هيستقبل الكلام كويس هنشوف مباراه سيئه زي اللي شفناها في كينيا، ولكن لو الدنيا اتغيرت هنشوف حاجه كويسه جدا وتبقى على الاقل ميرور للمباريات القادمه والفترات الاعداد القادمه اللي هتمشي مع كابتن حسام. طب سؤال صريح، اتفضلي. لو او بلاش لو، امتى كابتن فوزي هيجي كده عند نقطه تمام لما يحصل حاجه يقول انا اطالب بتغيير الجهاز الفني للمنتخب؟ لان حضرتك لحد هذه اللحظه ضد هذا الراي اللي هو متواجد. ايوه، امتى كابتن فوزي ممكن يقول ده؟ بعد اول مباراتين في التصفيات بتاعت كاس العالم. لو غالبا لو لا قدر الله ما يعني من المباراتين خدنا نقطه او مثلا ما خدناش نقاط خالص او خدنا نقطتين، لا ساعتها يبقى نلحق نغير، لان بعد شهر يونيو اول مباراه هتبقى في شهر سبتمبر لا اغسطس، فهيبقى في فتره شهرين ممكن نغير جهاز فني. وفي نفس الوقت نبقى بنتكلم مع ناس من شهر 6 لشهر 8 كل الدوريات بتقف، كل المدرب في بره يعني مدربين الاجانب هيبقوا متاحين بصوره اكبر، فممكن ساعتها نغير. انما احنا دلوقتي انا اعتقد ان الناس برضو وارجع اقول لحضرتك هم جايين على كابتن حسام قوي، ولازم يبقى في جزء من الدعم ولو قليل. لو الدعم ده تواجد وبرضه ما حصلش جديد في المنتخب، لا يبقى علينا ان احنا يعني ونغير. حضرتك مع لاخر لحظه نثق ونعطي الفرصه أكيد. طيب علشان برضه نكون يعني فار او يعني عادلين. انا دلوقتي لما اجي اتكلم واقيم ما يحدث على ارض الواقع، طبعا انا مع حضرتك في نقطه لازم يكون هناك دعم تمام. ولكن على الصعيد الاخر هناك بعض الخلافات اللي وصلت ان هي داخل الجهاز او بعض المساعدين مع كابتن حسام، ف دي نقطة أيضا مش هينة. فإحنا أكيد في الأول وفي الآخر بنتمنى الأمور تكون مستقرة، علشان في الأول وفي الآخر المنتخب، اللعيبة، الاستقرار النفسي قبل أي حاجة، ولكن وضع يعني واقع الأمر اللي إحنا بنتكلم فيه ده دلوقتي. لو في مشاكل في الجهاز الفني أنا معرفش بالأمانة، لا ده طرح، في مشاكل ده كتير. ممكن يكون في شوية حزازيات بين بعض اللعيبه والمدرب، وده شيء طبيعي. ومساعدين كابتن حسام، انما المساعدين مع كابتن حسام في الاول وفي الاخر الكلمه الاولى والاخيره المدير الفني في اي مكان في العالم تمام. ودايما بيبقى في اختلافات في وجهات النظر، مش عايزين نوصل اختلافات في وجهات النظر عن بعض اللعيبه او عن طريقه اللعب لخلافات شخصيه. صحيح، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. طبعا الخلافات الشخصيه ممكن تبقى خارج الملعب، انما في الملعب ممكن يكون في اختلافات في وجهات نظر عن اللعيبه وامكانياتها، ممكن يكون اختلافات في طريقه اللعب، وانا اقنعك انت تقنعني وناخد في الاخر باللي هيوصلنا سوا مع بعض، ونحن الاثنين نبقى متفقين على حاجه. انما الخلافات بره الملعب ما اعتقدش انها واصله لكده، خصوصا ان كل اللي موجودين في الجهاز الفني كشخصيات ما فيش انضف من كده، سواء بقى بركات، سواء كابتن حسام، سواء كابتن صحيح. طارق، سواء كابتن ايمن طارق، ما فيش حد فيهم الحمد لله محترم. كابتن احمد ايوب، اسماء كلها ليها كل الاحترام. فعشان كده مش عايزين نوصل او نطلع كلام ان في خلافات شخصيه، ممكن تكون خلافات في وجهات نظر كرويه، وده اللي الناس ممكن تكون توصله بطريقه ثانيه. طب ما تيجي نعكس السؤال، اتفضل، حوالين نفس النقطة برضه كابتن حسام البدري، بس عكستك السؤال. اه نعم، نصور هنا واستنى، في مفرمة شغالة هنا. ايه الإضافة اللي أنت شايف إن كابتن حسام البدري أضافها منذ توليه مهمة لحد دلوقتي تكتيكالي في الملعب؟ يعني مفيش إضافة قوية، بنلعب نفس الطريقة 4-2-3-1، بعض اللعيبة حاجزة مكانها الأساسي بداية من الشناوي، الإحجازي،
لمحمد هاني لصلاح مثلا، يعني في لعيبه كده كده متواجده وبنفس طريقه اللعب. يمكن ابتدينا ها نمسك كره شويه عن ايام كوبر، وان كان كوبر عنده مكان بيوصلنا اسرع ما يكون للجون بصراحه، ما احنا نقول لينا ولا علينا، ولكن تكتيكالي انا مش شايف ان في فرق كبير جدا حصل في المنتخب خالص من 3-4 سنين. من 3-4 سنين احنا نفس الفرقه هي هي ونفس امكانياتنا وكل حاجه بصراحه. صراحتك دي اللي بتخلينا ايه اللي بتودينا لا بتخلينا احنا نتفك معاك في الكلام. اتفك يا اخويا. لا وعلى فكره الكلام كله، وبالمناسبه احنا عايزين برضو يعني نحط كام سطر كده جنب الجمله اللي حضرتك قلتها، ان احنا في اللي بنتكلم فيه طبعا كل الاحترام لكل الاسماء اللي تم ذكرها في الـ في الـ في, الـ في الحوار ده يعني. والهدف في الاخر احنا بنتكلم على منتخب مصر يعني. اكيد احنا ما احنا احنا كل اللي احنا بنقوله ده لمصلحه 100 مليون واحد. صحيح. مش لمصلحه 10 ولا 15 ولا 20، وما نقدر وما بننقدش حد. احنا بنحاول نوصل الصوره اللي عايزه تتظبط في اي حته من وجهه نظرنا. خلي بالك ممكن تكون وجهه نظري 0% من الحقيقه، ولكن دي وجهه نظري بس. دي الحديث عن اي ازمات او حتى لو مشاكل هو الغرض منه في الاول وفي الاخر تصحيحها، مش ابدا الانتقاد. يعني اصل احنا هننتقد نفسنا، احنا بنتكلم عن منتخب مصر يعني. بالظبط. مش حد بنتقد نفسه طبعا. انا معاكم تماما ان احنا بنحاول نوضح وجهه نظرنا في الصوره، انما مش احنا المسؤولين عنها وهم المسؤولين عنها كجهاز فني، وان شاء الله الدنيا كلها تبقى كويسه. حلو جدا. احنا السؤال ده ربما لما بيطرح البعض بيقول يعني اعفيني منه، والبعض بيقول ده راجع للجهاز الفني، واحنا عارفين اكيد ان هو راجع للجهاز الفني، بس وجهه نظر كابتن فوزي أكيد. في التشكيل المتوقع اليوم يعني اعتقد انه مش هيختلف كتير عن المباراه السابقه، حتى ممكن بس ابتدي بعمرو السوليه مكان حمدي فتحي، وده هيمسكنا كرة اكتر في نص الملعب. انما التشكيل السابق هيبقى هو تحديدا، الا لو ايمن اشرف سليم ممكن يلعب ايمن اشرف مكان احمد ايمن منصور. انما النني مثلا لو هنتكلم عن النني ما اعتقدش ان الكابتن هيبتدي بالنني المباراه دي بعد كل اللغط اللي حصل. اللغط اللي بعد حصل بعد كل اللي حصل حتى المباراه الاولى أيوة وعدم البديل. ايوه بعد كل اللغط اللي حصل، لو النني ابتدى النهارده يبقى اللغط ده حقيقي تاني. لو يعني ما فيش نار من غير نميز انت يا ابو الكباتن. دي حقيقه. لو 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 النني ابتدى النهارده في نص الملعب اعتقد على حساب السلاه تحديدا، لان السلاه لما نزل اخر ثلث ساعه احنا مسكنا كوره ورحنا على الجون عندهم وعرفنا نلعب كوره. الكلام ده ما كانش موجود في وجود حمدي فتحي وطارق حامد، ما كناش عارفين، كنا بنقطع كويس بس مش عارفين نسلم. طب هنيجي تقول لي النني بيعرف يعملها، النني بيعرف يعملها، بس بعد الفتره اللي فاتت واللغط اللي حصل من بعد مباراه كينيا لحد دلوقتي، لو لعب النني يبقى فعلا في مشكله من وجهه نظر الكابتن فوزي. اتقال فيها كذا قصه يعني برضو يعني انا مش انا وبصراحه لو اعرف الحقيقه هقول، انا ما بسكتش، انما انا ما اعرفش الحقيقه فين، فانا بقول لك دي وجهه نظر. برضو من ضمن تفاصيل اللغط على 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 حد تعبيرك اللي استخدمته، من ضمن التفاصيل دي فكره اشاره الكابتن وتصدير صوره معينه للجماهير، وكان في يعني صراع حوالين اشاره الكابتن. لا بص، هو مش صراع، هو في الاول وفي الاخر الكباتن بتوع الفرقه معروفين الترتيب ده، اصل مين اول واحد لعب في يوم ايه وكل حاجه. الاقدميه هي في وجهه نظر ثانيه يقول لك لا الاقدميه ده في العسكريه مش في الكوره مثلا. لا في الكوره طول عمرنا الاقدميه هي اللي الاقدميه هي اللي شغاله في اي حاجه في الدنيا. حتى لو الاكبر واحد في السن عوفي منها بياخدها تاني واحد اقدميه. حصلت مع النادي الاهلي مع كابتن حسام غالي في فتره من الفترات، اتشالت منه الكابتنه وراحت لحسام عاشور. ايام مستر مانويل جوزيه شال الاشاره من عصام الحضري واداها لشادي محمد. يعني هي بالادميه مش بالنجوميه. كده كده بالادميه. ولا بالفاعليه. كده كده بالادميه. هقول لحضرتك حاجه، ايام كابتن خطيب ما كانش فيه يعني يعني كلاعب كوره ما عداش في مصر زي كابتن خطيب، كان عليه كابتن حسن حمدي وكان عليه كابتن مصطفى عبده وكان عليه صفوت عبد الحليم. وما عمروش اثار جدل حوالين ولا الموضوع لا اصل ما فيش اثار الجدل، لان كل حاجه بالورقه والقلم. الاقدم هو الكابتن، هو الاكثر خبره، هو الاكثر تحديد تاثيرا في الفرقه، عشان كده ده الطبيعي. انما بقى قصه مين ياخد ومين يلبس وما اعتقد لغط ملوش اي يعني. هو احنا خلينا نختم حضرتك، لان فعلا واضح كده ان في بعض الـ يعني الاقاويل اللي مالهاش اي لازمه دلوقتي، وده مش موضوعنا. أكيد. ويمكن امبارح كان معانا ضيف الاستاذ خالد الاتربي وتحدث عن هذه النقطه تحديدا، قال ده مش مجال خالص دلوقتي للقيل والقال، ولكن هو كان بيرجو من يعني الجهاز الاداري او الفني في للمنتخب ان هو يطلع يصرح ب او يرد على بعض ما قيل علشان يحسم الجدل وينهي بقى اي اقاويل او كلام
صدر تاني عشان حتى ما يؤثرش بشكل سلبي على اللعيبه، يعني عايزين نقفل فعلا الصفحه دي. وبرده انا ارجع اقول لك لو ردوا يبقى هم برضو بيفكروا في سفاسف الامور ويبقى منظرها وحش، فالاسهل خلي الناس تلغى يعني خلي اللي يتكلم يتكلم وانا عارف سكتي وماشي فيها. الاستقرار زي ما حضرتك بدات يمكن هو ده اللي هننهي بيه الاستقرار، اهم شيء نتمنى الاستقرار، نتمنى الهدوء والانتظار والتوفيق ان شاء الله. يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده ويعملوا مباراه كويسه ويفرحوا مصر، لان احنا مستنيين ان احنا نعمل ماتش كويس ونطلع نهيص، احنا عايزين نهيصهم يا اخي. لا والحقيقه يعني اقل واجب يتعمل معانا كجماهير، اقل واجب يتعمل معانا ان احنا النهارده نتفرج على اداء يرتقي لتوقعاتنا اضعف، مش هقول لك يا سيدي يفرحنا بس على الاقل يبقى منطقي من وجهه نظر اللي بيتفرج على الماتش. قول يا رب يا رب ان شاء الله. في النادي ولا فين؟ لا لا انا في البيت عشان تركيز. ان شاء الله نورتنا يا كابتن فارس، شكرا ليك، ربنا يخليك، سعدنا كالعاده بوجودك معانا، ودايما الكلام معاك مختلف وليه طعم تاني، نورت الدنيا، ربنا يخليك. صباح الفل، صباح الفل. لا انا اختار لي صباح الفل عليكي وعلى الناس الحلوه اللي تابعوا حلقتنا. اتفضلي، اشوفكم بكره ان شاء الله.